طيب قبل شوي طبقنا احنا شرحنا انه يطلب مني النورمال فورس والشير عند اي نقطه، يعني عند دي بي سي اف مليون جي اللي هي، طلب مني عند اي نقطه معينه. هسه انا هذا الشيء ما بيناسبني، انا لما بدي اصمم كمهندس لازم اعرف وين اعلى مومنت وين اقل مومنت، وين المومنت الموجب وين المومنت السالب، وهكذا بالنسبه للشير. فلما بدي اعمل زي هيك لازم اوجدهم. فانا ما بدي اضل اجرب كل مره انزل عند كل ملي كل ملي كل ملي اوجد النورمال والشير هاي، فما بنفع معي، تبطل يعني منطقيه. لا، على بيم واحد اقعد 10 سنين. فبكل بساطه اخترعوا شيء مومنت ديجرام بين شير اند فورس والنورمال كمان ديجرام، يعني انا برسم الشير عند كل نقطه عند كل ملي، شير عند كل ملي بتعمل رسمة لها قوانين محددة وكل شيء محدد. راح نبلش بأسهل مثال كيف نحل بالتفصيل. ببساطة أول خطوة أوجد الرياكشن، أوجدت الرياكشن غلط لا تكمل، ما عرفت توجد رياكشن حاول. طبعاً قبل ما يخلص هذا الزوم راح نشرح، راح أشرح لكم على برنامج معين يوجد لكم المومنت ديجرام الجاهز، وأشرح لكم الملف اللي بعثته كيف تتعاملوا معه. تمام؟ كل بساطة بدي أوجد المومنت ديجرام، عندي هذا لود 5 بالنص، فبالتالي هذا simply supported beam بيعطيني الرياكشن هون بالنص والرياكشن هون، هاي 2.5 وهاي 2.5. تمام؟ طبعا أنا أنتم توجدوا مومنت عند A بتساوي 0 ومومنت عند C بتساوي 0 وبطلع الرياكشن. طيب هاي أول خطوة. ثاني خطوة بمسك كل طرف بالبيم، كل حد فاصل، كل شيء بيفصلني، هاي شايف اسهم الفواصل هاي المسافات، مد منه خط، يعني هاي طرف البيم A بنزل خط منه، بمشي بلاقي لود بمسك اللود بنزل خط منه، بمشي بلاقي C بنزل خط منها، بروح بمسك خط هيك بسمي هذا الشير، هذا الشير فورس موجب سالب. ببساطة كيف ارسم الشير؟ ما في اسهل من الشير. عندي رياكشن بيطلع لي 2.5، بيطلع لي كيف بشكل عمودي هيك بشكل لفوق راسي، فبمسك بمسك زي ما انا بطلعني بطلع معه، كيف يعني بطلع 2.5 زي هيك، بعدين بضل ماشي في قوه لفوق ولتحت مش كيف. طيب اعرف القوه بكل بساطه، انا شو محوري؟ محوري هيك اكس، هيك محور اكس، والواي هو محور الشير، فانا بدي اشوف كل القوه اللي على محور الشير، بالتالي ما في عندي قوة محور الشير من A ل B، فبضل ماشي خط ثابت، لا طلعت ولا نزلت، ما طلعني ولا نزلني. بعدين عند B لاحظ B نزلتني 5، نزل 5 على الآلة حاسبة بكتب 2.5 ناقص 5 بتعطيني سالب 2.5. بعدين من B ل C بمشي ما بلاقي شيء، بضل ماشي أفقي، بعدين بطلع قيمة الرياكشن 2.5. أنا لازم أسكر معي، لازم أرجع الصفر، لازم أبلش من صفر أرجع من الصفر، هاي موجبة هاي سامبل. تمام؟ هاي كيف ارسم الشير دايجرام، بضل بالنسبه للود الثابت، في اللود المستطيل له شيء، اللود المثلث له شيء. اول شيء هسه بدي ارسم المومنت، بدي ارسمه على جنب، افرض اني رسمته تحت، هاي المومنت، هذا خط الرياكشن، هذا خط اللود، هذا خط الرياكشن الثاني، هذا خط الصفر مومنت. راح نلتزم بطريقة الدكتور الموجب تحت والسالب فوق، طبعا الحياة العملية الموجب تحت والسالب فوق، بس الكتاب برسم لي العكس، ما قلنا بالكتاب إنه الحياة العملية الموجب فوق والسالب تحت. بكل بساطة بعمل باخذ المومنت عند كل نقطة وعند كل خط، قلنا هذا خط وهذا خط وهذا خط، بمسك الجسم بروح عند النقطة A بمشي شمالها بطلع شمالها، هاي النقطة A، نقطة A في شيء على شمالها، تحكي لي لا المومنت عندها صفر، لازم اصلا طرف البيم يكون صفر الا اذا كان فيكست. ظل ماشي بلاقي الخط الثاني، الخط الثاني شماله، باخذ المومنت برضه على يساره، باخذ المومنت على يساره بتطلع، اي بما اني اخذت الجزء اليسار، ها الجزء اليسار احكي اي شيء مع قارب الساعة، طبعا لا تحكوا لي ذير السيم وراس السيم، ماشي منطقية بس مش حلو. فأي شيء مع عقارب الساعة موجب، أي شيء عكس عقارب الساعة تمام. إذا أنتم فاهمين على الدكتور عاد. المهم
اي شيء مع قارب الساعه موجب، اي شيء عكس قارب الساعه سالب. امسك بي باخذ يسارها، باخذ على يسار بي هاي الخط هون يساره، ما عندي غير الرياكشن. 2.5 في 2 كم؟ 5. 2.5 في 2 5. طب بيعمل لي مع قارب الساعه وعكس قارب الساعه، بمسك هاي بتعمل لي مومنت، بتعمل لي هيك، بتعمل لي مع قارب الساعه بتعمل لي موجب. موجب يعني 2.5 في 2 5 موجب. وين الموجب؟ انا حاطه تحت تحت، بوصل بينهم. هذا خط مستقيم رياضيات كامل الثابت لينير، ف اذا هذا ثابت فاللينير تمام. هسه طلع مومنت هون، هسه مومنت هون بطلع على يمينها، في شيء على يمينها؟ لا صفر. باخذ يسارها بحكي 2.5 في 4 تساوي 10 ناقص 5 في 2 تساوي صفر، بصفر فبيطلع عندي المومنت موجب. اقصى قيمه للمومنت دائما بالسمبلي سبورتد بيم تكون عند اللود، يعني اللود هون هي اقصى مومنت، اللود هون اقصى مومنت هون، اللود هون تكون اقصى مومنت هون. فانا لو طلب مني فايند ذا ماكسيمم مومنت بهذا البيم السهل، بطل باخذ بوجه المومنت عند اللود بيكون هو اعلى مومنت. ممكن يجي طالع دائره انت سمبلي سبورتد بيم ذا ماكسيمم مومنت ات تحكي له ميد سبان، ميد سبان يعني متصف بالسبان يعني المنبر. هاي هاي. طبعا في كثير طرق للديجرام، اسهل طريقه بالنسبه لي تفضل اخذ مومنت عند كل فاصل، اخذ على الجزء اليسار عكس قارب الساعه ثالث مع قارب الساعه موجب. هذا سؤال بسيط. طبعا اجى فاينل الفصل الماضي، انتم تصدموا انه سلام جاب هذا السؤال على فاينل الفصل الماضي، يعني والله حرام. طيب نشوف سؤال ثاني اسهل يا اصعب. المثلث طيب. عندي هذا السؤال، هل سوف طالب بالفانكشن تقدر نوصل الفانكشن؟ انا هاي then draw and shear and moment diagram، بدي ارسم المومنت diagram. اول خطوه بطلع الرياكشن، الرياكشن هذا fixed، هذا fixed، فبالتالي في عندي ax ay moment. بكل بساطه ax 0 لانه ما في عندي ولا قوه على x. طيب بحكي سيجما اوف y تساوي 0، الرياكشن كنت منه سيجما اوف y، في عندي لودات على الواي، عندي لود المستطيل مختار 2 في 3، ف الرياكشن هنا 6، الرياكشن هون 6. في عندي مومنت للفيكست مختاره بده يكون، تحسب الرياكشن بكل بساطه سالب 15 زائد 2 في 3 في 1.5، راح يكون مقداره 6 تمام، راح يكون مقدار هذا المومنت 6. فشو بعمل انا؟ زي ما حكينا من مد خط من كل فاصل للبيم، انا اذا ما طلعش 6 بعرف كيف. فرضا انا حليت غلط الرياكشن، بدي احل ارسم مومنت ديجرام، ارسم الشير. الشير هنا في شيء طلعني او نزلني؟ اطلع لا ما عندي لود، ما عندي لود. فلاحظ لاحظ انه هون في عندي سهم، وعندي هون سهم، وعندي هون سهم، وعندي هون سهم، هذول كلهم بنزلني. كل ما امشي ملي مثلا سهم بنزلني، كل ما امشي ملي سهم بنزلني، كل ما امشي ملي سهم بنزلني، فمقدار النزول راح يكون بشكل مائل، بشكل مائل. فكم مقدار النزول؟ ببساطه مقدار النزول حيكون عبارة عن تركيز المستطيل، دائما مقدار النزول من الخط للخط يكون تركيز المستطيل، تركيز المستطيل كم؟ 6، فبنزل بشكل مائل. هذا خط لينير مش كيرف، كم؟ 6، وعندي رياكشن بطلعني لفوق فهي صفر. طيب عندي المومنت ديجرام هسه، المومنت ديجرام برسمه على هون. موجب سالب المومنت على يسار هاي النقطة، في اشي؟ لا ما في اشي، صفر. بعدين عندي 15، ال 15 هاي مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ راح اقول لك مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة راح تعطيني موجب، موجب وين؟ يعني بنزل، فهاي بنزل زي هيك مقدارها 15. بعدين في عندي اللود المستطيل، هذا اللود المستطيل بيعمل لي كيرف، بيعمل لي كير شماله
بيعمل لي كيرف. ليش؟ لانه تكامل اللينير كيرف، تكامل اللينير كيرف سكند ديجري اقتران تربيعي. فشو بعمل انا ببساطه؟ اخذ المومنت عند A، اخذ المومنت عند A بالنسبه لليسار، يعني الرياكشن هذا على يمين A مش موجود، اخذه لازم يطلع معي، لازم يطلع معي سالب 6، لازم يطلع معي سالب 6، 6 سالب 6. هون مش متاكد من الرياكشن، لو متاكد من الرياكشن هاي، لو فرضنا انه سالب 6 بيطلع، سالب 6 يعني بده يطلعني هيك كيرف زي هيك سالب 6، وعندي هذا مومنت مع عقارب الساعه، شو بيعمل لي؟ بينزلني لتحت. ليش بنزل تحت؟ لانه موجب صفر. المفروض يطلع معي انه سالب 6 او موجب 6، وهذا المومنت يكون بالعكس لاني انا حسبته على السريع بدون اشارات. بس انا بحكي طريقه الرسم، طريقه الرسم اذا هذا لينير المومنت كيرف، دائما عشان ارسم مومنت ديجرام بمد من الخط للخط، بوجد المومنت عند الخط بين الخطين، يعني المومنت هون المومنت هون، لو في عندي لود بالنص زي هيك فبنت خط زي هيك، وباخذ المومنت هون قبل ما احل. المثلث ما راح نتطرق له، مش راح يجيب لكم رسم مومنت ديجرام للمثلث لانه عاد كفو شرحه، مش راح يجيبه. في حد عنده سؤال عن مومنت ديجرام قبل ما اشرح لكم عن برنامج؟ اللي عنده لابتوب بس ممكن يساعده، بس لابتوب ممكن يساعده، ممكن يسهل عليكم الامتحان كثير. في حد عنده سؤال؟ لانه خلص ما ضلش غير المستطيل، بس اني ارسم اشكال طويله زي هيك، مثلث المستطيل او شبه منحرف مع المومنت ديجرام بالعاده. ما اخذت على يعني، ولا 3D مش داخل. صح ذكرتني، شكرا لك انك ذكرتني عليها. ما ادري لكم طبعا الكابل انا ما بعرف اشرح صراحه، ما اخذته، بدي ارجع ادرس صور العطل يعني مشان اقدر اشرح للطلاب الجديد الكيبل، لانه ولا دكتور دخلوا بسلامة. ان شاء الله نساعدكم فيه. الكتاب الثاني طفيته. طيب مش مشكلة، عندي بيم زي اللي حلينا قبل شوي، فريم قصدي، عندي زي هيك، وعندي هون لودات مثلا لود زي هيك مستطيل، والمستطيل عمودي على السطح زي هيك، يعني النورمال فورس عندي ثابتة. اعذروني على الرسمة ما راح يكون بدون ارقام بصراحة الطريقة، بس طبعا معي الزوايا، معي المسافات، مع مقدار اللود، بوجد الرياكشن بشكل موجود، بوجد الرياكشن وما عندي اي مشكلة. بكل بساطة بدي احل السؤال، بدي اوجد مومنت وشير ديجرام، اوجدت الرياكشن، اوجدت مومنت وشير ديجرام. هذا سطح مائل، احنا حكينا محور اكس له هو السطح، فهذا محور اكس والعمودي عليه محور واي، فبالتالي لما بدي ارسم له مومنت ديجرام راح ارسمه انا هيك مائل. شوفوا الزناخه هسه، وعندي هذا رياكشن، هذا الرياكشن كيف شكله؟ نرسم بالاحمر، هذا الرياكشن عندي هيك لفوق، يعني هذا محور واي الاصلي هيك، هذا محور واي، هاي الرياكشن اللي اسمه اي واي. انا هسه بدي اوجد الشير ديجرام، المومنت ديجرام عاد يصير بوجد المومنت هون وباخذ مومنت وطبيعي، ما رسمته مش ثابته، المشكله بالشير، هاي الشير موجب سالب، بدي ارسم الشير بكل بساطه. الاي واي هاي لازم احللها على محور الشير، هاي مثل ما اوجدنا الشير فورس والنورمال فورس للسطح المائل، نوجد النورمال فورس والشير فورس للسطح المائل، كيف انه لازم احلل الاي واي على محور الشير واحلل الاي واي على محور النورمال، هاي محور النورمال، هاي محور النورمال وهي محور الشير، بالتالي لو هاي الزاويه ثيتا راح تكون هاي معي ثيتا، فبالتالي راح تكون معي هاي المتمم لثيتا، فبالتالي هون كوساين ثاني كوساين، وهي محتار الرسم اوضح جيبها. طيب نفترض انها اي واي ساين عادي لانه انا الرسم مخربش عندي، وعلى النورمال اي واي كوساين، تمام. هسه بدي اوجد، هسه شو بعمل؟ بدي ارسم الشير ديجرام
لو درسهم بلون برتقالي، لا برتقالي راح اسود. بكل بساطه قيمه الشير اللي بدي اطلعها تطلعها بقيمه اي واي ساين ثيتا، فراح اطلعها زي هيك، هاي اي واي ساين ثيتا. بعدين بدي انزل بشكل لينير، انزل كيف؟ التركيز هذا بطلع طول الوتر، طول الوتر 5 واللود 10، 5 في 10 50، انزل 50 هيك. بعدين هون حتى الفريم انتم ما اخذتوا رسمات، ما اخذتوا رسمات الفريم لازم تاخذوها بالستركتشر 1، بس المفروض ما تسكر. المفروض انه الشير اللي هون والنورمال اللي هون يسكروا بعض. فانا لو بدي اوجد الشير فورس هون بوجد النورمال فورس هون وبحللها على كوساين الزاويه. هذا شيء ما اخذتوه، بس اللي بدي اوصله انه لما برسم الشير فورس مشان الطلعه والنزله اني اعرف اني اطلع بمقدار الرياكشن محلل. اطلع مقدار الرياكشن يكون محلل. تمام؟ بس المومنت دايجرام بكل بساطه المومنت هون صفر، بعدين باخذ المومنت هون عندي الشكل مثلا هيك عادي، مش شرط يسكر بوث المومنت. مجموع هاي زائد هاي صفر، لو هاي انترنال هنج لازم يكون صفر، بس هاي مش انترنال هنج فما بصفر. طيب احنا رحنا اغلب الماده، هسه بدي نروح على برنامج. طبعا اذا بدكم نحل امثله اكثر عادي انا بحل، ما عندي مشكله. في محاضره للزوم هسه للدكتور. طيب هسه في برنامج او موقع السكرين طالع عندكم صح؟ عندي موقع اسمه، اعملوا سكرين لاسم الموقع، هيو structureanalysis.com. تمام؟ ما حتحتاج يخبر فيه الدكتور، بلاش يصفركم. هذا بكل بساطه بيطلع لي قيم النورمال فورس والشير فورس مكان ما بدي، بيطلع لي قوه التراس مكان ما بدي. يعني بريحني كثير، يعني بكره لو اجاني انا تراس وبيم ممكن احله بدقيقه، احل الامتحان كله بدقيقه عادي. مثل الكوز الاول لما قعدنا 3 ساعات حليت الشعبة كامله 3 ساعات، وهذا كان شيء مش منطقي. بس شو اللي صار؟ البرامج هاي بتساعد. اللي ما عنده لابتوب هو بيقدر يستعير لابتوب صاحبه او يعلم صاحبه. شير سكرين موجود لشرحه بكل بساطه. بس اذا السؤال بالمتر عادي خلوه زي ما هو، السؤال بالفيت تروحوا على السيتنج بتحطوا اس اي يونت زي هيك بيطير بالفيت، ما اللي فيها. انتوا بتقدروا تكبلوا الشاشه وتصغروها من المتصفح وكذا. انا اللي طلب مني قبل شوي احنا حلينا سؤال سمبلي سبورتد بيم كان طوله 5 متر، انا بدي ارسم كان 5 متر زي هيك. وكان عندي لود، بروح وين؟ على لودز. لودز هسه اللود اذا حطيت الزاويه صفر يعني عمودي، يعني انا خليتها هيك فاضيه صفر بتكون عمودي. اذا بدي الزاويه 90 بيعطيني لود افقي، فبكل يعني باخذ الزاويه عن واي عن الواي. فبكل بساطه كان عندي لود مقداره 5، بكبس 5 بعمل رن ات، بروح وين بدي موقعه؟ بدي موقعه بالنص، هي بقول 2.5 على اليمين و 2.5 على اليسار. هذا اللود. بعدين على السبورت، شو بدي انواع السبورت؟ والله بدي بن، بحط بن هون. بعدين بدي رولر، بروح رولر هون. بدي فيرتيكال رولر، فيرتيكال رولر يعني كاني بحط رولر بشكل افقي. هذا هيك رسمته. انا شو بعمل؟ بكل بساطه بكبس سولف، بس تسولف رياكشن 2.5 2.5. المومنت دايجرام كيف بطلعه؟ على الدايجرامز، هاي كبسه دايجرام. طبعا السكرين عندكم كل شيء عندكم راح يكون مسجل. هاي الدايجرامز بروح هاي الام يعني مومنت، بحط ام. المومنت دايجرام مقداره هيك اللي هي 2.5 في 2.5 بتعطيني 6.25. هاي بدي المومنت هون مقداره 1.2، هون 1.9، هون 2.9 على كل متر مثلا او كل كذا، مش بعرف كل مسافه، بس انت بتقدر تقربها بالامتحان. 6.25 اعلى مومنت. طب بدي اياه زي الكتاب، اعمل ريفرس بعطيني الكتاب زي هيك. بدي الشير فورس بس على في، بعمل هيك الشير فورس تكون هيك هيك نازله هيك. مقدار الشير فورس هون 2.5، مقدار الشير فورس هون 2.5، طبعا هون سالب. النورمال فورس ما في نورمال فورس بالبيم حكينا صفر. الديفليكشن هذا ستراكشر 1 ما يكون فيه. هذا زي هيك بيم عادي، بس ممكن ارسم تراس، ممكن ارسم اي شيء. يعني هاي بدي ارسم مشان الزوايا، اذا كان السؤال في زاويه صعب تجيبه وترسمه الا اذا كان احداثيات، يعني اعطيني الاكس 3.5 الواي 3.5 زي هيك، فهي زاويه 45 زي هيك مثلا 60 متر. هذا بيم. وبدي اوجد انا مثلا احط لود موزع، لود موزع، لود موزع بشكل مستطيل يعني 10 مثلا، بحط 10
بكبس هيك، بكبس هيك يعطيني لود، لود مستطيل. انا رسمت لود مستطيل، بدي لود مثلث بحطه هون خمسة مثلا، بيعطيني بدايته هون هون 10 ونهايته 5. لا لو حطيت صفر بيعطيني مثلث، لو حطيت 5 بيعطيني شكل منحرف، بيعطيني الشكل زي هيك. طبعا اللود عمودي، لود مائل ما بعرف كيف احطه الا اذا ما جربت. طبعا انا فرضا غلطت وحطيت اللود بدي شيء 10 بدي اياه 11، بكبس عليه كبستين بغير لونه، يعني بغير نوع المقدار. ببساطه بدي احط انواع السبورت، مثلا بدي احط فيكست او بدي احط بين وبين. طيب راح تحكي لك انت تيرمنت، بدي احط انترنال هنج، بدي احط انترنال هنج، شو بعمل؟ بكبس هنج، هيا هنج، لازم يكون طرفها من هون في نقطة، طرفها من هون في نقطة، وطرفها من هون في نقطة. هاي في نقطة، هاي نقطة رجعت تحت. لا بكبس كمان كبسة، بعطيني النقطة اللي فوق، برجع بكبس كمان كبسة بشيل النقطة اللي تحت. فهيك صار سؤال، هاي internal hinge وهاي بين وبين. بعمل solve يعطيني قيم reaction. المومنت ديجرام بكل بساطة بعمل مومنت ديجرام، شو ندخل النورمال، هاي قيمة المومنت ديجرام عندي هون مثل مقدارها 10. طبعا الماكسيمم مومنت لو ادينا هذا السؤال، ماكسيمم مومنت كم؟ ماكسيمم مومنت 45، لانه هاي 11 وهي 45. هاي طبعا المومنت هون لازم يكون صفر، هي صفر هيك المومنت بزيد عندكم نقطه. بدي النورمال فورس، بدي الشير فورس قصدي، هاي الشير فورس. طيب بدي النورمال فورس، هاي النورمال فورس عندي، هاي سالب 48 يعني كومبريشن، عندي هاي سالب 32 يعني كومبريشن. بكبس هون شايف ثابته وهاي ثابته، لا مش ثابته، حكينا النورمال فورس ما بتكون ثابته بالمايل اذا كان مايل، لانه اذا كان هاي افقي. التراس عندي تراس زي هيك، طبعا غلطت بكبس ديليت عندي. التراس عندي بين عندي هون، بدي احط لودات بروح على السنجل، سنجل لود بحط مثلا 10 بزاوية 90، بزاوية 90 يعني افقي، تمام 10 بزاوية 90 يعني افقي. دي مثلا مقدار لود مقداره 20 لتحت، بدي لود مقداره 35 وين لفوق بحط الزاوية 180 زي هيك. فانا عندي هذا التراس، هسا التراس لازم يكون موصول بهنجات، النقطة في عندها هنجات، فشو بعمل انا؟ بظلل الشكل كامل، بكبس هنج، برجع بكبس هالشكل، هيك حول اياه كله هنج، بحط سولف، فهون بيعطيني قيمة الرياكشن هون 45، هون 30، وهون 10. بدي اوجد القوة بالتراس، بروح على النورمال فورس فقط، بحط اون. بحط اون. فقيمة المنبر هذا لو كان اسمه هاي بي وهاي سي، قيمة المنبر بي سي سالب 14.14 يعني 14 كومبريشن. طيب قيمة المنبر هذا كم؟ زيرو، زيرو فورس منبر لأنه هون ما في لود أفقي. طيب بدي هاي مقدار المنبر هذا العمودي مقداره 20، طيب مقدار هذا المنبر كم؟ 10، مقدار هذا المنبر كم؟ 10. أنتم تظلكم تورسوا عليه من هون للصبح، الواحد سهران ساعتين تورسوا عليه تصيروا شاطرين فيه، تقدر تحله بكره التراس شو ما اجى، تقدر تحله البيم شو ما اجى. بس نصيحه اذا كان التراس صعب رسمه كان زي هيك 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 وزوايا وتخبيص، ما بنصحكم يعني بغلبكم شوي، يعني حلوه افقي احسن عادي، شو ما بدي بحل بحل على البرنامج. هاي وين بالنسبه للبرنامج ما ضل شيء. اذا بدي الملف هذا هسه، هذا الملف على مشان تشابتر 9 و10، هذا الموقع الدكتور مرات بجيب منه مرات لا، انتم بحظكم، بستنى الاسئله بسيطه على الاشياء اللي شرحها توقع تجيبها. بكره جاكم هذا السؤال بيقول لي اوجد الراديوس اوف جيريشن، اوجد البولر مومنت اوف انرشيا، هذا شرحهم الدكتور شروطين بالتسليه لانه ما كانوا داخلين، دخلها لكم بكل بساطه. بتطلع هاي الاي اكس 54، الاي واي لها جواب هيها 216 انش، من كيف بكره تعاملوا معه لانه الارقام هيك شوي مخربطه على الوورد. والبولر مومنت اوف انرشي هيها 270، والراديوس اوف جيريشن هيها الكي زد
3.83. السؤال الثاني الدائرة نفس الفكرة، المستطيل المفرغ نفس الفكرة، حرف التي نفس الفكرة. طلب مني الاريا، بقول هاي الاريا، طلب مني المومنت اوف انيرشيا او شو هذا الار، شو مطلوب كان مثلا وحده المومنت اوف انيرشيا للسكشن بالنسبه للاكس اكسس، فهاي المومنت اوف انيرشيا مختارها 290.7. دكتور بكون اعطيكم هذا جاهز وبكون حل السؤال هيك، بقول لك الامتحان كافي. لا مش كافي طبعا، هذا حرف التي اطول مثلا. يعني اذا شفتوا هاي الاشكال اجت مباشره بتفتحوا هذا الملف، بعثتوا على الجروب ارجعوا شوفوا. هذا مثلث، مثلث مربعات، هذا متوقع يجي، حاسه راح يجي يعني، ما هو نماذج اذا نماذج. بعثته على جروب الماسنجر، شوفوا. بنكش لك اياه يا محمد. هذا مثلثين، الجواب النهائي. حلو، طبعا جنبه 65 مثلث. ان شاء الله هذا بكره جاء منه، ادعونا يا اخوان، انا عندي امتحان بكره معكم، نفس الساعة. طبعاً يعني إن شاء الله نجيب أنا عالية. في حد عنده سؤال شرح للمومنت أوف إنيرشيا بالكمية، شرح للسنتر، أعيد مومنت ديجرام، فكرة نورمال فورس، في حد استفاد؟ عادي يحكوا استهوش، عادي إحنا صحب ال 14 مرة اللي كان مش عارفني. إن شاء الله راح أبعث لكم الكتاب هذا اللي جاب منه، وراح أبعث لكم هذا الملف، وبعد راح أرجع أبعثه. ان شاء الله الكل يضبط بكره ويكون امتحان سهل. هسه انتم اسالوا كم اسالوا كم سؤال، لانه اذا كان عباره عن 10 اسئله او 7 اسئله راح يكون اغلبهم تراست وبيم زي هيك وفريم، ترسموهم على البرنامج عشان مساكت ما حدا يعرف فيه، لا طالب ولا دكتور، لانه الطالب بيفسد للدكتور. انتم لو حضرتوا المراجعه استفدتوا اعتبروها هديه شيء زي هيك. في برامج على التليفون بتصعب الرسم، يعني ممكن تضيع 10 دقائق وانت ترسم، فما تنصح. راح اعمل ريكورد وانزل الفيديوهات على اليوتيوب ان شاء الله، واعطيكم لينك اليوتيوب تنزلوا بس. هذا بده عنده سؤال مهندس. مهندس هذا هاي المحاضره مسجله، وراح تبعث لنا اللينك لليوتيوب تبعها. ان شاء الله. خلاص تمام. بالنسبه للشرح والمحاضره، انه عن جد الله يعطيك الف الف عافيه عن جد، يعني الله يعافيك. عن جد استفدنا كثير، وانا عن جد في اشياء اول مره بعرفها، رغم اني عن جد درس الماده صح، بس اجل الكوز الثاني. ما هو انا ما كنتش هذول اصلا، يعني انا حتى مش حاطهم بالدوسيه لانه ما كنتش اتوقع انه هاي الشغلات تدخل. يعني انا ورجيتكم الاسئله من وين اجت، من كتاب ستراكشر 1، ومش ستراكشر 1 المعتمد. يعني تخيلوا كيف، مش ستراكشر 1 المعتمد، يعني الدكتور مش عارف شو بتهيأ له، فأنا اضطريت إني أشرحها، وراح أشرحها الأيام الجاية يعني بالدوسيات الجديدة، لأن الإشي مش منطقي إنه الدكتور بيشرح إشي سهل وبجيب إشي عجيز. وأنتوا شفتوا الكوز الثاني، أنا متمكن من المادة، متمكن من المادة، ما حق حسيت بصعوبة. في أشياء زي هيك تو فورس منبر كذا ما تركز. نعم ما شاء الله عليك يا مهندس، الله يعطيك ألف ألف عافية يا رب، والله إنك ما قصرت. الله يعافيك، بالتوفيق بامتحانك بكرة إن شاء الله. إن شاء الله هيك تفلل. إن شاء الله. يلا يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. حد عنده سؤال إشي يكتب يحكي، ما عندي مشكلة. الله يعافيك يا قلبي، الله يعافيك. حتى ارجع له للتراس، مع انه خلص ما ضل وقت لمحاضره الدكتور، بدكم تريحوا شوي. ما انا التراس خلص اعطيتكم البرنامج ورسم التراس، حبيت اني اشرح اوضحه، بس اذا بدكم بعد محاضره الدكتور اذا كنت صافي مشيها اوضح الخلص. طيب يعطيكم العافية، وإن شاء الله الكل استفاد، وأي سؤال حتى بدي إياه يسألني من هون الليل عادي يسأل، والمحاضرات هسه برفعهم والكتاب بنزله إن شاء الله. يعطيكم العافية.